إلى مصر شقت السيدة مريم العذراء طريقها بصحبة ابنها السيد المسيح قبل نحو 2000 عام، ومعهما يوسف النجار هربا من بطش هيرودس. على مدار 3 سنوات طافت العائلة المقدسة عدة مناطق في مصر، حتى باتت هذه الرحلة التاريخية حجا لأتباع الديانة المسيحية حول العالم، عندما أعلن بابا الفاتيكان المسار كرحلة حج في أكتوبر من عام 2017. ووفقا للمصادر اللاهوتية والدينية، فإن المسيح عليه السلام كان عمره ما بين عام ونصف عام إلى عامين حين أتى إلى مصر، وهناك أيقونة شهيرة تعتبر أيقونة المسار التي تظهر فيها مريم العذراء وهي تحمل السيد المسيح بينما تمتطي حمارا وبجوارهما يوسف النجار. في اليوم دوت جت رؤية ليوسف النجار: قم وخذ الصبي واذهب إلى مصر، فإن هيرودس مزمع أن يقتل الصبي. لما هربوا إلى مصر أرسل خلفهم جنود لهدف قتله، فطبعا كانوا بيتنقلوا من مكان لآخر عشان ما يوصلوش ليهم، كانوا بيهربوا منهم يعني، وكان في أماكن بيستقبلوهم حلو وأماكن يرفضوا استقبالهم، في ناس كانت بتخاف وفي ناس ما كانش عندها علم. رحلة طويلة قضتها الأسرة بصحبة يوسف النجار من بيت شمس إلى ربوع مصر، لتدخل العائلة المقدسة إلى مصر من شمال سيناء مرورا بالفرمة التي تقع شرق مدينة بور فؤاد، وهي مدينة من العصر الروماني ولا تزال موجودة وتحمل نفس الاسم، ومن ثم اتجهوا إلى الزقازيق حيث منطقة تل بسطة. ورغم أن منطقة تل بسطة من بين مواقع مسار العائلة المقدسة، فإنها منطقة أثرية فرعونية مميزة، وكانت تعرف قديما باسم مدينة بار باستت، أي مقر المعبودة باستت، وهي إحدى أهم العواصم المصرية القديمة. السيد المسيح وهو معدي متجه لسمنود مر على مينية سمنود، كان فيه اتذكرت لي مينية سمنود لأن عمل فيها معجزة كبيرة، وهو معدي لقوا فيه ميت فأقاموا السيد المسيح، فكله بدأ يتوافد يشوفوا الطفل ده إيه، أو في منهم عايزين ياخدوا بركته، في حب استطاع يعني، حصل استقبال له وحسوا إن هو ليه قيمة كبيرة، فبدأوا يستقبلوهم استقبال حافل، وبسبب هذه الحفاوة مكثوا في المكان حوالي 17 يوم. استمرت العائلة المقدسة في رحلتها حتى وصلت مدينة سمنود بمحافظة الغربية بدلتا مصر، ومكثت نحو 17 يوما. في تلك المنطقة يوجد بئر مقدس يقال إن العائلة المقدسة شربت منه، كذلك المجور الشهير الذي يعتقد أن السيدة مريم كانت تعد فيه الخبز. سيدات سمنود أهدوا للست العذراء المجور اللي موجود دلوقتي، عبارة عن طبق حجري من حجر الجرانيت كانت بتعجن فيه السيدة العذراء. يقال إن هم سيدات سمنود أهدوا للسيدة العذراء. خمسة وعشرون نقطة تمتد لثلاثة آلاف وخمسمائة مترا ذهابا وإيابا، هي رحلة مسار العائلة المقدسة التي عبرت فرع دمياط للنيل إلى بلدة سخا، ومنها فرع رشيد إلى وادي النطرون قبل أن تصل إلى المطرية شرقي القاهرة. عند هذه الشجرة وصلت العائلة المقدسة واستظلت بها لأيام قبل أن تغادر المكان لتكمل رحلتها وصولا إلى القاهرة الفاطمية ومصر القديمة والمعادي، لكن ذلك المكان مليء بتفاصيل لا تنتهي عند هذا الحد. هذه هي شجرة مريم بمنطقة المطرية التي استظلت بها السيدة مريم العذراء وابنها. تلك ليست الشجرة الأصلية، فقد أصيبت بالوهن والضعف حتى سقطت في عام 1656، حينها قام مجموعة من الآباء الفرنسيسكان بجمع فروعها وأغصانها وقاموا بزرعها، فنمت الشجرة
وتفرعت من جديد. في المطرية أنا عندي البير وعندي الشجرة. الشجرة البير طبعا من العصر الروماني، ولسه شغال طبعا، المية بتاعته موجودة لغاية دلوقتي، واستحدث فيه شلال على أساس أن المية المياه اللي موجودة الراكدة فيه تطلع على الشلال وتنزل كشكل جمالي. استقلت العائلة المقدسة قاربا من جنوبي منطقة مصر القديمة حي المعاد حاليا إلى صعيد مصر مارة بالبهنسة في محافظة المنيا، التي تحتوي على شواهد أثرية لمكوث العائلة المقدسة بها أيضا من بئر وشجرة. وجود البئر أسفلها يرسخ فكرة لدى العامة بأن هذه الشجرة من ضمن الأشجار أو من ضمن الأماكن التي استقرت بها السيدة العذراء أثناء رحلتها إلى صعيد مصر. وصلت أخيراً العائلة المقدسة إلى محافظة أسيوط جنوبي مصر، حيث شيد فيما بعد في هذا المكان دير العذراء مريم فوق أول مذبح حجري في المسيحية ويسمى دير المحرق. ووفقاً للمصادر القبطية أقامت العائلة المقدسة هناك ما يزيد على 6 أشهر. السيد المسيح لما جه وعد بثلاث وعود، أول وعد إن المكان يظل آمن، وبالفعل إلى يومنا هذا المكان ما حصلش على أي اضطهاد، آمن. تاني وعد أن الصلاة لا تنقطع من هذه الكنيسة، وبالفعل لازم كل يوم بنصلي. ثالث وعد إن أي حد يطلب أي طلبة بإيمان متشفعا بالعذراء مريم ربنا بيستجيب ليه. بعد دير المحرق كان منها رحلة العودة، وكان دير المحرق ده يعتبر أكتر مكان هي مكست فيه، علشان هي قعدت فيه 6 شهور و10 أيام، وعلشان كده أطلق عليه بيت لحم الثانية. ومصر عموما أطلق عليها أصبحت كمدينة قدس ثانية بسبب المناطق الكتيرة اللي عدت عليها أو المحطات الكتيرة اللي عدت عليها العائلة المقدسة وبركتها. اختلف المؤرخون في تحديد المدة التي قضتها العائلة المقدسة في مصر بدقة، بيد أن التقليد القبطي يحددها بمدة تزيد على 3 سنوات جابت فيها مصر قبل أن يصل إليها نبأ وفاة هيرودس، وتقرر العودة من جديد وتترك خلفها إرثا تاريخيا وأثرا إنسانيا لمصر والعالم.